البروسس الثانية في عمليات الريسك مانجمنت هي ايدنتفاي ريسكس. ايدنتفاي ريسكس مقصود بيها ان انا ابدا بقى اعمل عمليات التفكير وعمليات التخيل كده لايه هي ممكن المخاطر اللي تكون محتملة اللي تأثر عندي على المشروع، من خلال بقى ان انا افكر، من خلال اعمل اجتماعات مع الناس، من خلال ان انا اعمل برين ستورمينج عشان احاول اتوقع ايه هي البوتنشال ريسكس، ايه هي المخاطر المحتملة. هنا بيقول لي تعريف البروسيس دي: The process of identifying individual project risks. أنا بحاول إن أنا أعرف الـ individual risks، مش بس الـ individual، لأ كمان الـ overall project risk as well as sources of overall project risk. زي ما كنا اتكلمنا قبل كده عن إن في فرق ما بين الـ individual risk اللي هو risk بحد ذاته والـ overall اللي هو على البروجيكت ككل. And documenting their characteristics، وابدأ ان انا اوثق الخصائص بتاعتهم. زي ما احنا شايفين عندنا مجموعة كبيرة من الانبوت ومجموعة من التولز والتكنيكس ومجموعة من الاوتبوت. اللي بيخلي مجموعة الانبوت كتيرة ان انا عمال بحاول ادور على كل المخاطر المحتملة، فعمال ان انا ادور في كل دوكيمنت محتملة عن فين الريسكس اللي موجودة، سواء كان في البلان الخاصة بالبروجكت مانجمنت بلان بكل الكومبوننتس الفرعية بتاعتها، او كان في البروجكت دوكيمنتس المختلفة، او في الاجريمنتس اللي عملتها مع اطراف اخرى. ببدا ان انا احاول ادور على الكلام ده. التولز والتكنيكس هنا مقاربه للتولز والتكنيكس اللي كنا بنستخدمها في السكوب لما كنت بعمل كولكت للريكويرمنتس او ديفاين للسكوب، لان هي كانت تعتبر تولز والتكنيكس ابداعيه، ان انا بحاول ان انا افكر. طيب عشان افكر واطلع ريسكس اكتر محتاج ان انا اشتغل بالطرق الابداعيه دي زي البرين ستورمينج والانترفيوز والتشيك ليست والاناليسيس وهكذا. الاوتبوت المتوقع عندي هو ريسك ريجستر، الريسك ريجستر اللي هو سجل المخاطر. نبدا ان احنا نشتغل على البروسيس ماب. في الاول هنلاقي ان البروسيس ماب انا محتاج من البروجكت مانجمنت بلان جميع الخطط الفرعيه بتاعتها اللي ممكن من خلالها اوصل لريسك معين. نفس الشيء مجموعه من البروجكت دوكيمنتس اللي ناخدهم واحد واحد وكنا تعرفنا عليهم قبل كده وهم جايين من البروجكت دوكيمنتس او من عمليات اخرى. من ضمن العناصر برضو البلان بروكيورمنت مانجمنت، لان انا كنت ابقى عايز اشوف انا بشتغل في البروكيورمنت ازاي، هل في ريسك معين ممكن يتولد بناء على البروكيورمنت اللي حصل ده، هل نوع العقد يفرق معايا في المخاطر اللي ممكن تأثر على المشروع. الكوندكت بروكيورمنت اللي هي الاجريمنتس اللي عملتها مع المقاولين او مع اطراف اخرى، هل مترتب عليها مخاطر معينة. الانتربرايز والانفيرمنتال، انتربرايز انفيرمنتال فاكتورز والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. وبالنسبه للاوتبوت عندي، الاوتبوت الرئيسي هو الريسك ريجستر. الريسك ريجستر عباره عن سجل بسجل فيه المخاطر كلها، وكل ما بعمل معلومه زياده ببدا ان انا ازودها في الريسك ريجستر. يعني مثلا حللت المخاطر دي وعرفت درجه خطورتها الاحتماليه او الامباكت، ببدا ان انا ازود الكلام ده في الريجستر، ببدا ان انا اخصص اونر معين في الريجستر، ببدا اتابعها هل محتمله لسه ولا لا خلاص، او مثلا حصل فعلا الريسك وتصرفنا ازاي. كل ده بسجله في الريجستر. الريجستر عبارة عن جدول أو تيبل أو قاعدة بيانات أو سجل موجود فيه المخاطر كلها. من ضمن الاوتبوت المحتمل عندي برضو الريسك ريبورت. الريبورت بيبقى عبارة عن تقرير بيوصف الحالة في اللحظة الحالية، الحالة من ضمن بقى الريسك ريجستر ومن ضمن الأنشطة اللي بنعملها زي مثلا ميتينجز أو زي مثلا كوميونيكيشنز معينة أو مراسلات أو أي شيء أنا متوقعه مثلا، أو إن أنا عايز اعمل اكزيكتيف سمري عن موضوع الريسك مانجمنت. كل ده بيبقى في الريبورت، لان الريبورت بيبقى دوري. يعني مثلا كل اسبوعين كل شهر ببدا ان انا اطلع ريبورت شهري بيبقى الحاله فيه ببدا ان انا اوصفها. لكن الريسك ريجستر هو جدول سجل ممكن انه يتحدث لحظه بلحظه، ممكن اول ما يحصل بس اكشن جديد اروح ان انا احدث في الريجستر. نبدأ ندرس العناصر دي مع بعض واحدة واحدة. هناخد الأول الانبوت. من ضمن الانبوت قال لي البروجكت مانجمنت بلان بالكامل كل الكومبوننتس بتاعتها، لأن أنا بدور على ريسك، فلو سمحت فتش في كل الدوكيومنتس اللي عندك، افتحها وبص فيها واقراها كويس، هل في مخاطر متوقعة من الدوكيومنتس دي ولا لا. العنصر الثاني هو البروجكت دوكيمنتس او سجلات المشروع. من ضمنها اختار الاسامبشن لوج لان انا فارض فرضيه. طيب لو الفرضيه دي طلعت غلط، ما ده ممكن يبقى مجال لان يبقى في ريسك معين، فلو سمحت بص على الاسامبشنز بتاعتك وشوف هل ممكن ينتج عنها ريسك معين لو الاسامبشن ده طلع مش صح ولا لا.
الكوست استيميت، لان انا وانا بعمل استيميشن ممكن اكون افترضت حاجه، ممكن ما كانش عندي الاستيميشن بشكل واضح فاستخدمت طريقه تقديريه، استخدمت مثلا حاجه انالوجس او حاجه زي البارامتريك، ما كنتش بعمل تيك اوف او حصر بشكل دقيق للكومبوننتس بتاعه المشروع، كنت بحاول ان انا اطلع بس الاستيميتس بشكل سريع، فده وارد انه ينتج عنه ريسك ان الاستيميشن بتاعي ما يكونش دقيق. نفس الشيء الاستيميتس بتاع الديوريشن، انا قلت مدة النشاط ده 10 ايام، ممكن لا ما تبقاش 10، ممكن ان انا ما وصلتش للتفصيل بتاع الانشطة، لا ده انا قلت مثلا المبنى ده كله على بعضه هيتعمل مثلا في 18 شهر. طيب 18 دي كلمة يعني مش دقيقة قوي، ما حاولتش ليه انك تفصل بحيث ان انت تعرف كل اكتيفيتي مثلا هيبقى ايه، او في الوقت ده كان لسه مش السكوب مش عندي مش واضح قوي، فقلت الرقم كله على بعضه، يبقى هنا في ريسك معين ان هي ممكن ما تبقاش 18، ممكن لما تقعد تفصل وتطلع الديزاين تكتشف ان الديزاين اللي انت عملته ده والتصميم ده يستحيل انه يخلص مثلا قبل 24 شهر مثلا يعني. فبالتالي الاستيميتس ممكن ان هي لما تأملها زيادة ابدا ان انا طلع مجموعة من المخاطر. الإشيولوج أو سجل المشاكل، لأن في مشاكل معينة ممكن ينتج عنها ريسك، ممكن مشكلة ما بين اتنين مقاولين وأنا بحاول أن أنا أربط ما بين الاتنين مقاولين أو أن أنا أنسق بينهم، فبالتالي الآن من سلوك الاتنين المقاولين دول ان هم ما يحلوش المشكلة فينتج خطر ان هو ممكن يتأخر زمن المشروع، او ان انا اضطر اتكلف التكلفة الزيادة دي، او ان انا مثلا يعني واحد من المقاولين ما كانش واضح او في السكوب بتاعه الجزء ده ولا واضح في المقاول التاني، فابدأ ان انا احوله لتشينج ريكويست. وبالتالي مراجعة الإيشوز أو المشاكل بتاعة المشروع وارد ان انا اكتشف ان ممكن يبقى في مخاطر محتملة بناء على الإيشوز دي. lessons learned register من المشاريع السابقة أو من المشروع نفسه في المراحل المختلفة ممكن أنا أتعرف على الدروس المستفادة. requirements documentation لأن هي بتقول لي requirements بتاعة المشروع عبارة عن إيه، وبالتالي requirements دي هل محتمل أن هي تتنفذ ولا مش هتنفذ، طب لو مش هتنفذ ده ممكن يبقى في خطر معين كده، أو أن requirement دي الstakeholder فعلا عايزها لا مش عايزها، يبقى وارد أن كل المشاكل المتعلقة بالrequirements دي ان مناقشتها تبدأ تبين ان في مخاطر محتملة. من ضمن العناصر الـ resource requirements، انا محتاج resources معينة، طيب هل الـ resources دي available؟ انا افترضت مثلا ان هي available في الشركة، طيب لو مش available يبقى محتاج ان انا اجيبها من برا، طيب هل ممكن يترتب على كده زيادة في البادجت بتاعتي؟ طيب لو ما توفرتش الموارد دي لا في الشركة ولا برا، طيب هل في backup عندي؟ طيب لو ما فيش backup كده يبقى في risk ان انا هشتريها اغلى مثلا، او ان انا مش هلاقيها اصلا فبالتالي هيتأخر المشروع، او مش هنفذ الجزء ده من السكوب. كل المناقشة الريكويرمنتس وارد ان هي تطلع مخاطر. الستيك هولدر ريجستر محتاج اكون عارف الستيك هولدرز نفسهم، عشان غير بقى ان انا اعرف الابيتايت انا محتاج كمان اتواصل مع الستيك هولدرز عشان ابدا اعمل ميتنج معاهم وابدا اقول لهم هل في مخاطر متوقعه من وجهه نظركم، ايه اللي انتم ممكن شايفينه. مع المناقشه معاهم وارد ان يظهر معايا مخاطر جديده. من ضمن الانبوتس عندي الاجريمنتس، الاجريمنتس اي عقود او اتفاقات انا عاملها مع طرف ثالث او مع حد اخر يعني شركه غير الاورجنايزيشن بتاعتي، من نص العقد نفسه او الكلوزز او الفقرات التعاقديه اللي موجوده في العقد ابدا ان انا استنبط بناء على كده هل متوقع ان يبقى في خطر معين عليا، هل في ريسك عليا ولا لا. It may have information such as milestone dates، المواعيد اللي أنا المفروض أن أنا أوفيها لو كانت تعاقدية. تعاقدية يعني إيه؟ يعني يقول لي المبنى ده دونا عن المشروع كله المفروض أنه يخلص في الموعد الفلاني قبل موعد انتهاء المشروع، ولو اتأخرت عن الموعد ده هيتطبق غرامات تأخير حتى لو لسه مدة المشروع كلها ما خلصتش. لو ذكر الكلام ده بشكل تعاقدي ده contractual milestone، milestone تعاقدي، فالمفروض أن أنا أوفي بيه، وبناء عليه وارد أن يبقى في ريسك معين. طبعا لو بتكلم من وجهة نظر المقاول غير لو من وجهة نظر المالك. الكونتراكت تايب، نوع الكونتراكت نفسه، هل هو لامب سام ولا يونت برايس؟ لو لامب سام خلاص انا عرفت التكلفه كلها، المقاول بقى ينفذها باقل ينفذها باكتر انا مش فارق معايا، لكن لو يونت برايس لا، المقاول الحاجه اللي هينفذها هياخد فلوسها، ولو زادت الكميات الخطر عليا انا، لو قلت الكميات يبقى كويس انا عملت توفير ليا، لكن في النهايه المقاول اوريدي خلاص هو عارف هينفذ ايه بسعر كام فما عليهوش اي مشاكل، ما فيش عنده ريسك، لكن الريسك عندي انا.
الكونتراكت تايب، الاكسبتنس كرايتيريا معايير القبول، هل معايير القبول دي وارد تحقيقها ولا دي اعلى، اللي هي قبول المنتج نفسه اللي هو مثلا نوع التشطيب، النوع الستاندرد بتاع الالكتروميكانيك مثلا، كل دي ممكن تبقى اكسبتنس كرايتيريا. And awards and penalties that can present threats or opportunities. ده على المقاول أو علي أنا owner لو أنا ملتزم مع حد تاني كclient أو ككستمر بالنسبة لي. فببدأ أن أنا أشوف العقد هل في penalties، هل في awards معينة، لأن دي penalty ممكن يبقى threat أن أنا هضطر أن أنا أدفعها، هدفع الغرامة. أو award أو مكافأة ممكن مثلا يبقى فيه bonus معين أن أنا هاخده، فبالتالي ده يبقى opportunity بالنسبة لي. البروكيورمنت دوكيومنتيشن اللي هي الوثائق بتاعت المشتريات. Procurement may increase or decrease overall project risk and may introduce additional individual project risk. نفس الشيء زي الاجريمنت، هي تعتبر بنفس النسق. بعد كده عندي الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس، وارد ان يكون يتولد عندهم مجموعه من الريسكس. التولز والتكنيكس اللي استخدمها هنا زي ما قلنا محتاج تولز وتكنيكس كرياتيف او ابداعيه. اول حاجه الاكسبرت جادجمنت كالمعتاد، نولج ان سيميلر بروجكت اور ريسك مانجمنت اكتيفيتيز، محتاج ان يكون عندي اكسبرتس فاهمين في نفس نوعيه المشروع ده وفي موضوع الريسك مانجمنت. الـ Data Gathering أو تجميع البيانات، من ضمنها الـ Brainstorming أو العصف الذهني، إن أنا أقعد مع الناس، مع الفريق، مع مجموعة من الـ Stakeholders عشان أبدأ إن أنا أفكر معاهم بشكل Brainstorming. واحد إن هو يقول فكرة والتاني ياخد الفكرة دي ويطورها والتالت يستنبط حاجة من الفكرتين وهكذا لغاية ما نوصل للأفضل أو الأفكار المناسبة. فهنا أنا بعمل Brainstorming عشان أعمل Identify أو أعرف للريسكس على قد ما أقدر. Obtain a comprehensive list. Comprehensive list قائمة كبيرة، قائمة موسعة. ليه قائمة موسعة؟ لأن أنا في مرحلة تجميع، أنا حتى الآن لسه ما عملتش تحليل، في مرحلة التجميع بحاول أن أنا أجمع المخاطر على قد ما أقدر، هبدأ بعد كده أن أنا أحللها وصنفها وأبقى ممكن جزء منها يبقى في الواتش ليست اللي هو ملوش أهمية قوي براقبه بس عن بعد، وجزء تاني يبقى مهم. فعشان كده في مراحل التجميع للبيانات دايما يفضل أن أنا أجمع كل شيء أكتب على طول بغض النظر عن التنقيح بيجي لاحقا. أنا في مراحل التجميع، في مراحل البحث والاستقصاء، إن أنا عايز أدرس مشكلة معينة، بحاول إن أنا أفهم جوانبها كلها، بحاول أجمع المعلومات كلها. بعد كده لما ببدأ إن أنا أعمل أناليسز، ببدأ أشوف الكواليتي بتاعت الانفورميشن اللي جات لي دي، هل المعلومة صحيحة؟ هل المعلومة فعلا مظبوطة؟ طب هل منطقية؟ طب هل في تعارض بينها وبين المعلومات التانية؟ ولا الموضوع فيه كونسستنسي أو اتساق ما بين المعلومات؟ ببدأ إن أنا أشوف الكلام ده وأعمل عملية التنقيح أثناء التحليل نفسه. لكن في مراحل جمع البيانات بحاول ان انا اجمع كل شيء. فعشان كده هنا بيقول لي obtain a comprehensive list، ليست موسعة مطولة موجود فيها معلومات كتير، وما يبقاش فيه خجل مثلا ان حاجة معينة ما تتكتبش، لا اكتب حتى لو الفكرة تبدو ان هي مش قوية، او مثلا الفكرة دي تبدو ان هي ضعيفة قوي، مفيش مشكلة اكتبها، لان ممكن يتولد منها فكرة افضل، ممكن تتطور يحصل لها عملية enhancement او development بشكل افضل يطلع منها فكرة احسن. Obtain a comprehensive list of individual project risks and sources of overall project risk. بحاول ان انا اعمل لستة للمخاطر، سواء المخاطر الفردية او المخاطر على المشروع بالكامل. التشيك ليست، التشيك ليست عبارة عن قائمة، القائمة دي موجود فيها عناصر بحيث ان انا اعدي عليها واحدة واحدة واقول دي عندي، دي مش عندي، دي موجودة، دي موجودة، دي لا، بحيث ان هي بتسهل لي عملية الايدنتيفيكيشن، ان انا بشوف مثلا قائمة موجود فيها مجموعة من الكاتيجوريز بحيث ان انا اقدر افهم منها هي ايه الريسكس اللي موجودة. في ريسكس تبع المانجمنت، تبع التكنيكال، من ضمن التكنيكال في حاجات خاصة بالديزاين، طب هل في حاجة عندنا خاصة بالديزاين، وابدأ اعدي على كل كاتيجوري منهم واقول ايه المخاطر اللي متوقع مثلا ان هي تكون موجودة عندي هنا. ودي بتسهل عليا طبعا في التفكير، لان هي بتبقى عطياني شكل مرتب للمعلومات، بدل ما اقعد ان انا اخترع العجله من الاول واقول هي ايه المخاطر اللي موجوده. طيب ما هي الكاتيجوريز موجوده، استخدم الكاتيجوريز، وفي كل كاتيجوري ابدا اشوف ايه المخاطر اللي ممكن تكون موجوده عندي في المشروع للكاتيجوري دي، سواء موجود او غير موجود. List of all items او list of items, actions or points to be considered. It's often used as a reminder. تستخدم كريمايندر، ان هي تذكرني بايه الكاتيجوريز وتنظم لي تفكيري.
الانترفيوز ان انا هعمل انترفيو مع الاس ام ايز او السبجكت ماتر اكسبرتس، مع الستيك هولدر، مع تيم ممبرز، مع بروجكت مانجر، مع الاونر، مع السبونسر، مع اي حد ممكن ان هو هيعرفني فايده جديده، حتى مع التيم ممبرز في الديسيبلينز الاخرى، لان هم هيقولوا لي الريسك من وجهه نظر هم شايفينها وانا ممكن ابقى مش شايفها. فطبعا الريسك ايدنتيفيكيشن بيعتمد بشكل كبير جدا على الانترفيوز، مش بيعتمد على جهد الريسك انجينير او الريسك مانجر، لا بيعتمد على الجهود بتاعت الآخرين أو جهود الريسك مانجر أو الريسك انجينير في أنه ينسق مع الآخرين ويدير السيشن معاهم أو الجلسات معاهم، بحيث أنه هو يطلع بأكبر كم من الأفكار ممكن أنه يغذي بيها الريسك ريجستر بتاعه. من ضمن التولز والتكنيكس عندي الديتا اناليسيس، تحليل البيانات اللي عندي. انا عندي بيانات كتير ان انا احاول احللها، ممكن ان انا احاول ان انا افترض ان في مشكله معينه تحصل، زي مثلا بروبلم بتقول the project might be delayed، المشروع ممكن يتاخر. طيب ايه الثريتس اللي ممكن توصلني للمشكلة دي؟ بحاول استكشف ايه ممكن المخاطر اللي تخلي المشروع ممكن يتأخر. فدي ممكن تبقى طريقة لان انا اعمل identifying للريسكس، by starting with the problem statement، جملة فيها مشكلة. For example the project might be delayed and exploring which threats، ببدأ استكشف اي تهديدات might result in that problem، هينتج عنها ان البروبلم دي to be occurred او ان هي تحدث. Knowing the root causes، الأسباب الرئيسية of the problem facilitates the identification of risks، بيسهل عليا إن أنا أعمل identification أو تعريف للمخاطر اللي ممكن تسبب المشكلة دي، وبالتالي ببدأ إن أنا أعرف مخاطر أكتر في الريجستر. Assumption and constraint analysis، ببدأ إن أنا أروح على الأسامشن وعلى الكونسترينز. لو أنا كنت فرض فرضية معينة، طب لو الفرضية دي ما تحققتش ما ممكن ينتج عنها threat أو تهديد. فبنقول threats may be identified from inaccuracy، عدم الصحة بتاعت الassumption نفسه، أو instability، الassumption ده يعتبر أنه هو مش stable، مش متزن، مش واقعي. inconsistency، عدم التطابق أو عدم الاتساق بينه وبين بقية الفرضيات، ألاقي فرضيات مختلفة مع بعضها أو ألاقي فرضية مختلفة مع الحقائق الموجودة. or incompleteness، إن الفرضية نفسها ما تكونش مكتملة، أنا افترضت جزء لكن ما كملتش بقية الفرضية، فبالتالي الفرضية ممكن ينتج عنها risk أو threat، تهديد. من ضمن التولز والتكنيكس في الديتا analysis برضو SWOT analysis. SWOT analysis عبارة عن أربع حروف بيمثلوا الـ S والـ W والـ O والـ T. الـ S اختصار strength، والـ W weakness، والـ O opportunity أو فرصة، والـ T threat أو تهديد. بحاول إن أنا أعرف إيه هو الـ internal strength اللي عندي، مصادر القوة الداخلية أو إيه القوة الداخلية اللي أنا شايفها في الـ organization، أو الـ weakness الضعف، بحيث إن أنا من خلالهم أبدأ أستنبط هل في فرص بناء على الـ strength اللي عندي، أو هل في تهديدات بناء على weakness اللي عندي. This technique examines the strength, weakness, opportunities and threats. It's used to identify risks، عشان أعرف الريسك، by including internally generated risks، الريسكس أو المخاطر اللي تم تولدها داخليا بسبب القوة والضعف بتاعت المنظمة، that may arise based on organization strength and weakness، القوة والضعف بتاعت المؤسسة. The analysis also makes examine if strengths might influence threats and determine if weakness might hinder opportunities. ومش بس كده، بحاول كمان اختبر تأثير السترينث ده، مش بس بقى ان السترينث هيولد فرصة، لا ده السترينث كمان ممكن يقلل لي الثريت اللي عندي، يأثر على التهديدات يعني بالعكس. وبرضو نفس الشيء، انا كان عندي ضعف معين، ويكنس معين، فده ممكن انه يعطل لي ان انا اقتنص فرص، مش بس انه ينتج عنه تهديدات، الويكنس ينتج عنه تهديدات، لا ده ممكن تأثيره السلبي ده يبقى على الفرص اللي موجودة كمان، might hinder opportunities، يعطل لي opportunities او الفرص اللي موجودة عندي، ممكن ان هو يمنعها او يعوقها. ومن ضمن SWOT analysis بدأ ان هو يدي زي example كده، الاكزامبل مثلا بيقول ان انا عندي في internal strength، قوة معينة في الشركة، بتقول ان انا عندي البروجكت مانجمنت براكتسز، الممارسات بتاعت ادارة المشروع، والكابابيلتيز، القدرات، والاكسبيرينس، والخبرات، بيتم تراكمها، are being accumulated and increasing in the company. انا ملاحظ ان في الشركة الناس كلها بقت فاهمة مثلا كويس في البي ام بي، بقت certified بي ام بي، او بقى عندهم نولج كبيرة في البروجكت مانجمنت نولج اللي موجود، وده عبارة عن accumulation للخبرات.
بناء عليه ممكن يبقى في opportunity increasing the market share نصيبي في السوق of the company بتاع الشركة بتاعتي in project management consultancy project مثلا ده ممكن يبقى واحد من ال opportunities. نفس الشيء ال weakness زي مثلا significant number of the company resources عدد كبير من الموظفين اللي موجودين في الشركة عندهم communication problems زي ال writing letters مش قادرين ان هم يصيغوا ال letters اللي بيكتبوها بشكل كويس ال development of reports مش قادرين ان هم يعملوا reports بشكل كويس and communication in English. وبناء على الويكنس ده ممكن يبقى فيه threat أو تهديد معين this may negatively impact the company reputation in the market يأثر على سمعة الشركة في السوق. من ضمن العناصر بتاعت الـ data analysis بدأ يتكلم على الـ document analysis. في الـ document analysis قال لي أنا عايز كل الـ document تعمل لي تحليل ليها لأن أي document لما تقراها وارد أنك تستنبط منها risk أو خطر من المخاطر including plans الخطط assumptions الفرضيات constraints القيود previous project files المشاريع السابقة الفايلز بتاعتها contracts agreements technical documentation كل ده لما تقراه وارد أن تكتشف منه خطر معين uncertainty or ambiguity in project documents لو لقيت في معلومة مشكوك فيها أو غير مؤكدة أو في غموض في تفصيل المعلومة نفسها ده وارد إن هو ممكن ينتج عنه risk بحاول إن أنا أدور على الحاجات دي في project documents as well as inconsistencies عدم الاتساق أو عدم التناسق ما بين محتويات documents وبعضها within a document لو في document واحدة أو between different documents لو ما بين two documents مختلفين maybe indicator of risk ممكن ده يكون مؤشر على إن في خطر معين في المشروع. من ضمن التولز والتكنيكس الـ interpersonal and team skills واختار منها هنا الـ facilitation. الـ facilitation لأن أنا هعمل meetings ومن ضمن الـ meetings دي هيبقى فيه facilitator اللي هو بيقود الـ meeting وبيحاول إن هو يسهل التواصل ما بين الناس وبعضها ويبدأ إن هو يمشي الـ meeting في الاتجاه الصحيح بتاعها. فقال لي هنا skilled facilitator help participants بيساعد المشاركين في الميتنج على ان هم remaining focused on the risk identification task بيحاولوا ان هم يفضلوا مركزين على المهمة اللي بيعملوها في تعريف المخاطر following the method accurately بيحاولوا ان هم يتبعوا الطريقة بتاعة ال risk identification اللي متفقين عليها في الميتنج بشكل صحيح ensuring clear risk descriptions بيحاول ان هو يوصف وصف دقيق ووصف واضح للريسك اللي هو حدده دلوقتي لانه بعد كده هيتنسى هو الريسك ده كان ايه فلو كتبت كلمتين بس معبرين وجيت رجعت لهم بعد يومين احاول اقرا اللي انا كنت كاتبه هلاقي ان انا مش فاهم فمحتاج ان انا طالما قعدت وجمعت الناس الستيكهولدرز او تيم ممبرز وبدانا ان احنا نتكلم واتقال كلام محتاج ان انا اسجله تسجيل واضح يبقى فيه clear description أو وصف واضح عشان لما أرجع له بعد كده أفهم أنا كنت قايل إيه resolve any disagreements that may arise لأن ده اجتماع والاجتماع كل واحد له وجهة نظر مختلفة بحاول أن أنا أنسق ما بين وجهات النظر المختلفة عشان أحافظ على الميتينج أو السيشن دي أن هي ماشية بشكل سليم resolve any disagreements that may arise من ضمن التولز والتكنيكس الـ prompt list الـ prompt list عبارة عن قائمة بتكون معرفة سابقا بتسهل علي عملية الجنريشن أو التوليد لعمليات المخاطر زي ما كنا أخذنا في الـ checklist وبيكون أقل ليفل في الـ risk breakdown structure ممكن أنا أستخدمه إن هو يكون الليست بتاعتي يعني لما بجيب الـ risk breakdown structure بلاقي إن هو بيبدأ الأول من المشروع وبعد كده ينزل على ليفل تحتي اللي هو مثلا management و technical و legal وهكذا وينزل بعد كده على ليفل تاني مثلا وبعد كده على ليفل بعد كده آخر ليفل خالص ده هيبقى عبارة عن categories الكاتيجوريز دي ممكن اخدها كان هي البرومبت ليست بتاعتي الليسته اللي انا بجمع منها او بناء عليها بولد ريسكس زي بالظبط الفكره ما بين الورك باكج في ال WBS والانشطه اللي هي الاكتيفيتيز اللي بتكون جوه كل ورك باكج هنا برضو نفس الشيء هاخد اخر ليفل في الار بي اس في الريسك بريك داون ستراكشر وابدا ان انا منه اعمله ككاتيجوريز ان انا اولد منها ريسكس فده يبقى البرومبت ليست بتاعتي Some common strategic frameworks are PESTEL من ضمن العناصر اللي ممكن تسهل عليا موضوع توليد الريسك سواء بقى لو بنتكلم على الريسك مانجمنت او عموما في اي شيء في الحياة
بيبقى احيانا ممكن ان انا احفظ كلمات بسيطه جدا، الكلمات دي ابني عليها مثلا كلام في ميتنج لمده ساعتين مثلا او ساعه مثلا، افضل اتكلم من كلمه صغيره انا حفظتها. الكلمه دي بتبقى كيورد بسيطه بتسهل عليا التفكير، زي مثلا لما احنا بنيجي نتكلم على كتاب البينبوك، البينبوك مبني على مجموعه من النولج اريا، 10 نولج اريا، فبالتالي لما بتجيلي مشكله ببدا ان انا افكر فيها من الجوانب دي، يعني من وجهه نظر السكوب، طب من وجهه نظر التايم المشكله دي ايه التاثيرات بتاعتها كامبليكيشن او امباكت، او مثلا ايه الحلول بتاعتها كسوليوشنز، فمن وجهه نظر التايم، طب من وجهه نظر الكوست، طب الكواليتي، طب الريسورسز، طب الكوميونيكيشن، بروكيورمنت، ريسك، وهكذا، بحيث ان العناصر دي نفسها انا حفظت العشر عناصر بس سهلوا عليا حل مشكله وسهلوا عليا التناقش او النقاش او اداره النقاش او التوضيح للناس في مجموعه العناصر دي. من ضمن الكيوردز برضو بيستل، وان كان يعني التكنيك مشهور اكتر في البيزنس، بس بيستل عباره عن حروف بتجمع لي البوليتيكال السياسي، الاي الاقتصادي، الاس السوشيال الاجتماعي، التي تكنولوجيكال او الحاجه المرتبطه بالتقنيه، الال ليجل، والاي انفايرمنتال. من خلال الست عناصر دول ببدا ان انا يعني عايز اناقش ايه هي المخاطر اللي ممكن موجوده في المشروع من وجهه النظر السياسيه، ايه المخاطر السياسيه، طب ايه المخاطر الاقتصاديه، طب الاجتماعيه، طب المتعلقه بالتقنيه، طب الليجل القانونيه، الانفايرمنتال، انفايرمنتال متعلقه بالبيئه. فحفظ كلمة بيستل بس بتسهل عليا ان انا اعرف مثلا ايه مجموعة العوامل لكل كاتيجري من الكاتيجريز دي. زي كلمة بيستل برضو في تيكوب، تيكوب التي تكنيكال، انفيرمنتال، كوميرشال تجاري، اوبريشنال من ناحية التشغيل، بوليتيكال من ناحية الجوانب السياسية. طبعا المعتاد تكنيكال وانفيرمنتال وبوليتيكال اخذناهم قبل كده، الكوميرشال الناحيه التجاريه من ناحيه البروفيت واللوس، ايه الريسك مثلا اللي هياثر على بروفيت عندي او هيزود لي المكسب او ممكن يسبب لي خساره في الاستثمار اللي انا بعمله او البروجكت ده. اوبريشنال يقصد بيها التشغيل، طبعا انا دايما لما بتكلم على بروجكت بيبقى ما قبل التشغيل في الغالب، لان البروجكت انا بعمل اسيت معين او بعمل عين معينه او اصل من الاصول، عايز ان انا اطلع ديليفربل، بعد كده الديليفربل ده هينتقل لمرحله اوبريشن، الاوبريشن ان انا بعمل مثلا مستشفى هتشتغل، بعمل مصنع هيشتغل، بعمل مدرسه هتشتغل كمدرسه، وهكذا. في مرحله الاوبريشن مثلا انا شايف ان ممكن في ريسكس معينه تتولد في مرحله الاوبريشن، مثلا ان مكيفات مثلا انا هجيبها والاجهزه دي بسبب ان البراند دي مثلا مشهور عنها ان هي بيحصل فيها اعطال كتير، بس هي سعرها قليل، بس بسبب ان في مرحله الاوبريشن ممكن انها تعطل كتير، فده ريسك عندي ان انا هبدا ان انا هدفع في مرحله الاوبريشن بشكل كبير. فممكن ان هو في مرحله البروجكت مانجمنت ما اهتمش بشكل كبير بالاوبريشن قد ما بهتم كانفستمنت، ان هو استثمار، طالما استثمار يبقى انا صاحب الاستثمار، انا كاورجنايزيشن انا بعمل المشروع وانا اللي هشغله بعد كده، فبالتالي مهم جدا الكوست بتاعي في المرحله الحاليه والمرحله المستقبليه. او لو انا اللي بعمل المشروع لحد تاني فساعتها هبقى انا برضو مهتم ان انا افهمه ان خد بالك انا مش هدفع معاك في المرحلة دي دلوقتي، انا ككونتراكتور مثلا هعمله لك بس، لكن انت بعد كده اللي هتتعب في مرحلة الاوبريشن، فدوري ان انا افهمك ان ممكن يبقى في ريسك متعلق بالاوبريشن بناء على خبرتي لأوبريتنج او التشغيل بتاعت سيستم معين او معدة معينة. من ضمن العناصر فوكا او في يو سي اي، ده مختص اكتر بالفاينانشال ريسك، الفي اللي هي فولاتيليتي، فولاتيليتي معناها التطاير، التطاير يقصد بيها التغير عن العنصر او عن الافريج، زي موضوع الستاندرد ديفيشن. لو بصينا كده على الشكل اللي طلع دلوقتي، الشكل ده بيبين مجموعة من الكيرفز بتاعة الستاندرد ديفيشن، هي في شكل كرتوني او شكل رسومي، بس هي عبارة عن ثلاثة كيرفز للستاندرد ديفيشن. كل ما الكيرف بتاع الستاندرد ديفيشن يكون ضيق شوية ده معناه ان هو كونسايز. يعني ايه ستاندرد ديفيشن؟ ستاندرد ديفيشن يعني انحراف معياري، زي ما اكيد كلنا عارفين. انحراف معياري مقصود بايه؟ مقصود بالتذبذب حوالين القيمة. يعني ايه الانحراف المعياري؟ هو متوسط الانحرافات عن المتوسط. يعني ايه؟ يعني انا القيم اللي بتطلع عندي سواء قيمة مثلا مدة او فلوس او اي قيمة معينة، القيم دي ليها متوسط بس هي بتبعد عن المتوسط لان القيم دي مختلفة،
وبناء على ان هي مختلفه بقى ليها افريج. يعني لو بنقول قيم معينه زي مثلا ايه 81 82 83 84 85، الافريج بتاع القيم دي 83. طيب واكتر واحد بعد قد ايه عن الافريج؟ 85، بعدت 2. طب واقل واحد كان قبليه ب 2. طب كده يبقى فهمنا ان في ستاندرد ديفيشن معين، اللي هو عباره عن ايه الانحرافات اللي حصلت كلها عن ال 83 الافريج، كانت مره واحد ومره اتنين ومره صفر ومره واحد ومره اتنين، اخدهم كلهم واجيب لهم افريج المتوسط بتاعهم، ده كده يبقى انا بمثل الستاندرد ديفيشن. وطبعا عشان موضوع النيجاتيف والماينس، لان في حاجات بالسالب وفي حاجات بالموجب، فبيفضل ان انا بعمل لهم تربيع او بيتم تربيعهم الاول، ان انا بجيب القيمه السكوير وبعد كده بعمل متوسط للقيم السكوير وارجع اجيب الجذر التربيعي تاني بطريقه الستاندرد ديفيشن اللي اكيد كلنا عارفينها. طيب يبقى كده الستاندرد ديفيشن ده بيبين لي ايه؟ بيبين عندي مدى التشتت، انا بعيد قد ايه عن الافريج. ممكن تبقى القيم مش بس بقى 81 ل 85، ممكن تبقى مثلا من اول 60 لغايه مثلا 95، ونلاقي ان الافريج بتاعهم مثلا يكون 85، فالتشتت هنا بقى عالي جدا، غير لو كان من 81 ل 85. مدى التشتت ده بيديني انديكيشن او نسبه ثقه في الحاجه المعينه. لو نتكلم على استثمار مثلا، والاستثمار ده مثلا اسهم مثلا في البورصه، وانا الاسهم دي عارف ان هي بتزيد او بتقل، او ان هي بتزيد بمعدلات صغيره قوي، فبالتالي الانحراف المعياري بتاعها بسيط، فمش قلقان منها لان هي عمرها ما حصل ان هي بعدت قوي مثلا، على عكس مثلا اسهم تانية الاقي ان هي بتبعد قوي وبعد كده ترجع تاني، فكده الفولاتيليتي بتاعتها عاليه، نسبه التطاير او نسبه التذبذب حوالين المتوسط عاليه، فده بيعبر عن التذبذب. نيجي لليو الانسرتينتي، الانسرتينتي عدم التيقن او عدم التاكد من المعلومه اللي موجوده، المعلومه اللي خاصه بسكوب مثلا، السكوب ما كانش مفصل قوي اثناء الديزاين فمحتاج تفصيل اكتر، المعلومات ما كانتش واضحه في الدروينجز، كل ده يعتبر انسرتينتي عدم تاكد. complexity اللي هي الصعوبة، وambiguity اللي هي الغموض، الغموض ان المعلومة مش موجودة اصلا، لكن الuncertainty انا شاكك هو يقصد ده ولا يقصد ده، هو الموضوع يقصد ايه، ممكن يحتمل ده وده، لكن ambiguity ان المعلومة اصلا مش موجودة، في جزء من المعلومات فيها غموض. فممكن ان انا احاول اتكلم عن الريسكس من وجهة نظر الاربعة تيرمز دول، او الاربع عناصر اللي هم بيختصروا في VUCA او VUCA. فكده دي ممكن keywords تبقى مهمة بالنسبة لي، تسهل عليا ان انا احاول اعمل ايدنتيفيكيشن للريسكس بحيث ان انا اوصل لكم اكبر من المخاطر. من ضمن التولز والتكنيكس واهمهم اللي يعتبر الميتينجز، الميتينجز انا عايز ان انا اعمل اجتماعات، اجتماعات مع كل الستيك هولدرز، مع كل اصحاب المصلحه اللي ممكن يساعدوني في ان انا اولد او ان انا اعرف مجموعه من الريسكس، سواء كان ستيك هولدر موجودين مع الكلاينت او مع الاونر او مع السبونسر، او كان حتى التيم ممبرز او مثلا البروجكت مانجر، ممكن يبقى ناس مثلا من بره المشروع، ممكن ما لهمش علاقه بالمشروع بس يبقى ستيك هولدر بالنسبه لي، ممكن فيندرز، ممكن كونتراكتور او سيلر، مورد او بائع، كل ده ممكن ان انا اعمل اجتماعات معاه بحيث ان هو يسهل عليا عمليه الايدنتيفيكيشن للريسك. بروجكت تيم may conduct a specialized meeting often called a risk workshop. Most risk workshop include some form of brainstorming. بحاول اعمل عصف ذهني في الوركشوب دي. Use of skilled facilitator will increase the effectiveness of the meeting. لأن دايما الميتنج بيبقى فيها اختلافات في وجهات النظر، ده شيء طبيعي، خاصة إن احنا بنتكلم على identification. Identification يعني كلنا زي بعض، كلنا بنحاول إن احنا نعمل identify لريسك جديد، مش مثلا واحد فاهم في حاجة فهو اللي بيقول وإحنا بنسمع له مثلا، أو إن احنا مثلا طرف وهو طرف تاني، لا في الغالب بنبقى كلنا طرف واحد وكلنا عايزين نولد مخاطر، فكل واحد له رأي وبيحاول إنه يقنع الآخرين بيه، فبيتولد عن ده شيء طبيعي جدا، يتولد خلافات. طيب لازم يبقى في فاسيليتيتور يمتص الخلافات دي ويحاول إن هو يعمل كومبرومايز أو يعمل حلول وسط ما بين الناس، أو إن هو يقتنع بحد بفكره حد مثلا ويقنع الاخرين بيه، لازم يبقى في فاسيليتيتور شاطر ان هو يقود الميتنج. Use of a skilled facilitator will increase the effectiveness of the meeting. عشان بدل ما الميتنج تاخد نص ساعه وتخلص، ممكن ان هي تاخد ثلاث ساعات ولسه ما خلصتش. Ensure the
participation of the right people. بحاول ان انا انتقي الناس الصح، مش اي حد وخلاص ان هو يبقى الميتنج فيها ناس، لا، الناس اللي هتضيف فعلا اضافة. فبحاول ان انا انتقي the right people. On large projects you may invite the project sponsor. لو مشروع كبير قوي ممكن ان انا استدعي المالك او الممول، لان الممول وارد ان يكون عنده مخاطر انا مش شايفها. ال SMEs subject matter experts او الخبراء، sellers اللي هم البائعين زي مثلا المقاول ممكن ان هو يعتبر seller زي ما نعرف في البروكيورمنت. representatives of the customer الممثلين بتوع الكاستمر، أو other project stakeholders أو أي stakeholder تاني ممكن يبقى functional manager مثلا، أو الشخص اللي يعمل operation بعد كده للproject أو للdeliverable اللي أنا هطلعه من البروجكت، ولا يعمل له operation فهو عارف أكتر في التفاصيل بتاعته أو في requirements اللي هو عايزها. فكل الناس دي ممكن أنا أقعد معاها عشان أعمل identification للrisks. الاوتبوت الرئيسي اللي عندي هو الريسك ريجستر. الريسك ريجستر عباره عن سجل المخاطر. The risk register may include the following records. هو عباره عن جدول او سجل او داتابيز موجود فيها المخاطر اللي انا جمعتها، وممكن مع كل خطر من المخاطر ابدا ان انا اسجل بيانات اكتر بقى عنه. الخطر ده طيب تصنيفه ايه، طيب احتماليته دلوقتي قد ايه، قليله ولا كبيره ولا صغيره ولا متوسطه. حتى لو لسه ما عملتش اناليسيس بس عندي فكره معينه ممكن ان انا ازودها، يعني متوقع ان هو البروبابيليتي قليله بس لسه ما عملتش اناليسيس، هعمل بعد كده وهشوف، بس انا عندي الانفورميشن دي اسجلها من دلوقتي، وابين دي يعني حاجه بس تعتبر انيشيال ايفالويشن. وممكن على الامباكت برضو، لو انا عندي مثلا ايفالويشن مبدئي عنه ممكن ان انا احاول ان انا اشوف مثلا مين المهتم بالريسك ده، او الريسك اونر مين اللي طرحه ومين اللي يعرف فعلا ان هو يقوده. لو في مثلا عن الريسك ده في ريسبونس معين ممكن ان انا يبقى استجابه معينه انا شايف ان هي كويسه، وكل ده هيتنقح بعد كده في البروسيس اللي جايه. بس في البدايه انا بحاول ان انا اعمل ايدنتيفاي. لو كتبت اسم الريسك بس والمعلومات البسيطه عنه كديسكريبشن مفيش مشكله، لو عندي معلومات اكتر يبقى افضل، وبعد كده في مرحله الاناليسز هبدا ان انا انقح المعلومات دي مره تانية. وعشان كده الريسك ريجستر ده يعتبر دايناميك تول، عباره عن اداه دايناميك هتتغير معايا كل شويه، كل ما هعرف معلومات اكتر هبدا ان انا ازودها في الريسك ريجستر. فبنقول هنا ان الريسك ريجستر ممكن يبقى فيه ديسكريبشن عن الريسك نفسه، الاونر البوتنشال اونر او الاونر المحتمل لان هو ده اللي هيتابع الريسك بعد كده ويشوف هل الريسك حصل، طب نتصرف ولا لا، ناخد الريسبونس ولا لسه، الريسك كاتيجوري التصنيف بتاع الريسك، البروبابيليتي احتماليته قد ايه حتى لو بشكل انيشال، البوتنشال امباكت التاثير المتوقع، البوتنشال ريسبونس او البلاند ريسبونس بشكل برضو مبدئي لان انا هرجع انقح الكلام ده بعد كده، الريسك تريجر، التريجر اللي هو عباره عن علامة ممكن تحصل تبين لي ان خلاص الخطر على وشك ان هو يحصل، which indicates that the risk is about to occur. Current status الحالة الحالية، related WBS لو عايز اربط بقى ما بين الريسك ده وما بين عناصر المشروع اللي موجودة في ال WBS ابدأ ان انا اربط من هنا. الديتس لو عندي تواريخ معينة، الريسك ده identified امتى، ممكن ان هو يحصل امتى، ممكن ان هو احط اي تواريخ متوقعة. الريسك register will be updated through the different processes of risk management. وهنا برضو بدا ان هو يعني يحط لي زي حاجات المينيمم بقى، يعني على الاقل الريسك يفضل ان يبقى فيه الايدنتيفايد ريسكس نفسها، ومين البوتنشال اونر، وريسك اوف بوتنشال ريسك ريسبونس، ممكن الحاجات الرئيسيه يعني. فطبعا بيختلف في المرحله دي، هو اكيد هيزيد مع عناصر التحليل، بس في مرحله الايدنتيفيكيشن وانا بعرف لو في اي معلومه عندي يفضل ان انا اكتبها. فاعطيني زي جدول كده بيقول لي ان انا عندي الريسك تايتل كتايتل لو بس، ديسكريبشن يبقى تفصيل اكتر شويه، الريسك كاتيجوري، الريليتد دبليو بي اس عشان يربطه بالعمل او بالجزء من الاعمال من المشروع، امتى اتعرف، الديت ايدنتيفايد، الاوكيرنس او اكسبكتد انه يحصل امتى، مين البوتنشال اونر اللي ممكن يتابع الريسك ده، البوتنشال ريسبونس الاستجابه المحتمله لو حصل الريسك ده هتصرف ازاي. وطبعا لسه هعيد صياغه الكلام ده بعد كده، الريسبونس ده له بروسيس خاصه بالبلان ريسك ريسبونس. من ضمن الاوتبوت عندي الريبورت، الريبورت اللي هعمله بشكل دوري. الريبورت ممكن يبقى فيه معلومات عن الاوفرول بروجكت ريسك with summary on identified individual risk، لان انا بحط بيه الحاله الحاليه اللي هي نهايه الشهر ده كان الموقف ايه بالنسبه للريسك. The results of risk analysis, response planning, implementation and risk monitoring، الاكتيفيتيز اللي احنا شغالين فيها بقى الشهر ده الخاصه بالريسكس ببدا ان انا اعمل لها summarizing.
At this point في مرحلة الايدنتيفيكيشن اللي احنا فيها الريبورت هيبقى فيه عناصر قليلة لان انا لسه بعمل ايدنتيفاي، انا لسه ما بداتش اشتغل في المشروع، فممكن ان هو يبقى فيه sources of overall project risk، مصادر الoverall risk و the most important drivers of overall project risk exposure. انا بقول ان الريسك اكسبوجر في اتجاه سلبي مثلا بمقدار معين، الoverall على المشروع بالكامل. طب ليه؟ بسبب انهي risk، انهي individual risk. Number of identified threats، التهديدات اللي انا عرفتها، والopportunities كsummarizing او statistics احصائيات. Distribution of risks across risk categories، انهي category اللي فيها اكتر risks او فيها risks تعتبر probable اكتر او محتملة اكتر، ليها high probability او ليها high impact اكتر. بحاول اشوف انهي category كشكل احصائي يعني. Distribution of risks across WBS section، المباني بتاعت المشروع، انهي مبنى اللي متوقع يبقى فيه مخاطر اكتر او اي عناصر تانية من عناصر WBS. من ضمن الاوتبوت البروجكت دوكيمنتس ابديت، الاسامبشن لوج لو كان في فرضيات معينة في سجل الفرضيات. During the identify risk process new assumption may be made او new constraints may be identified and existing assumption or constraints may be revisited. لو عندي assumption كان موجود قبل كده بالفعل ممكن يكون خلاص انا فهمت او عرفت مثلا المعلومة بتاعته، انا كنت مفترضه عشان ما عنديش المعلومة، دلوقتي بقى عندي معلومة فببدأ ان انا اصحح الكلام ده. نفس الشيء للإيشولوج، سجل المشاكل، ممكن ان انا اعمل ابديت عليه بسبب ان انا اكتشفت في مشاكل جديدة وانا بعرف الريسكس. Updated with any new issue discovered while identifying risks. Lesson learned register، لو في information او lessons learned، دروس مستفادة عن techniques معينة مثلا كانت effective وانا بعمل identify the risk، ابدأ اسجل ده في الدروس المستفادة ان التول دي او التكنيك ده كان مفيد جدا بالنسبة لي وفايدته كانت ايه، بحيث ان ده يبقى درس مستفاد بالنسبة لي. وبكده يبقى انتهينا من البروسيس التانية، identify risks.